جميعا، فها هم يستقون هذه الهواية منذ نعومة أظفارهم. سمو الشيخ حمدان بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء كان له حضوره المميز مع والده خصوصا في المقانيص. سمو الشيخ خزاع وسمو الشيخ منصور وسمو الشيخ عبد الله برفقة والدهم في المقناص. سمو الشيخ خزاع بن زايد تلقى التعليمات من قائد القافلة زايد الخير. الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد رعاه الله ولي عهد أبو ظبي كان يرافق زايد في حله وترحاله، وله جهوده في الحفاظ على هذا الموروث حتى يومنا هذا. وكل اللي نصيبه في رفقة زايد من الأنجال والأحفاد كذلك حفظهم الله. كان يرافق الشيخ زايد نجله سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو من أشهر الصقارة على مستوى الخليج، وكان يرافق زايد في معظم مقانيصه. ويصل الشيخ زايد لأرض الوطن وفي استقباله نائبه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وحكام الإمارات. Thank you.